ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب، حببتنا في الدين والاسلام. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا امي. انا بقى فضيله الشيخ دلوقتي فضل. انا يعني عامله حاجات حلوه كتير ما شاء الله، يا مع ناس يعني مقدمه لهم الحلو كله. الله اكبر، مش يعني اقسم لك ان انا بكلمك بصراحه، ربنا يبارك فيك يا امي، احفظك. اللي انا يعني اللي انا بعمله حلو فبيبادلوني الوحش بيه، يعني لدرجه ان اساؤه ليا جامد. سبحان جامد الله، جامد يعني. سبحان الله، انا من النوع اللي ما بحبش اخاصم. نعم. ودول معايا في البيت. جيرانك يعني؟ لا يعني هنا حبايبي في البيت هنا مثلا. نعم. ابن سيلفي وكده نعم، قرايب يعني برضه. قرايب خالص يعني. نعم. انا يعني انا مربياه كمان. نعم. فانا نفسيتي شايله منه قوي لدرجه ان انا موصيه ان لو ما موت ما يحضرش عزايا. نعم. يعني لدرجه ايه كمان؟ نعم. ما يقفش حتى في معزتي ولا اي حاجه. يعني انا مش راضي عن اللي انا بعمله، وفي نفس الوقت مش قادره ان انا اخاصمه ومتضايقه يعني. لا ربنا يبارك فيك يا امي ويحفظك. شوفي ايه، انا عايز اقول لحاجه صغيره خالص. خلي وعفى ربنا ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين بقى نكمل الصوره الحلوه الجميله دي. انت عملت الخير ده لمين؟ لله. والله العظيم بصرف النظر يا امي بقى، ربنا يحفظك. والله بصرف النظر بقى، هم قدروا او ما قدروش، طلعوا كويسين طلعوا وحشين، والله يا امي ربنا يبارك فيك. ياما شفنا حاجات من ناس ما كنا نتخيل ان احنا نشوف منهم الحاجات ديت ولا الاخلاقيات ديت، لكن في النهايه طالما احنا بنعمل العمل ده لله مش لحد ولا لحظ النفس، فالحمد لله احنا مسامحين على طول الخط. فده دي طبعا المسلم الحمد لله انه يسامح. طيب اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا، ازيك؟ اهلا بيك، ربنا يعزك ويبارك فيك. الحمد لله. الله يرفع عمرك. تحت امرك. والله والدي كان عايز يكلم حضرتك. تحت امره وعينيا. الله يخليك. الله يخليك يا شيخ، ربنا يكرمك على البرنامج الجميل سعادتك اللي انت بتقدمه ده. الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك ويعزك. الله يخليك. ربنا يبارك فيك، تحت امر حضرتك. طب يا ريت توطي التلفزيون شويه بعد اذن حضرتك. ماشي. اتفضل. طب يا ريت توطي التلفزيون شويه بعد اذن حضرتك. وطيته. اتفضل. والدي. والدي هيكلم حضرتك. طب اتفضل تحت امرك، اتفضل. الله يخليك يا شيخ. اتفضل مع حضرتك. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، مع حضرتك يا شيخ. ماشي تحت امرك، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. ربنا يطولنا في عمرك. الله يبارك في عمرك ويحفظك. بالنسبه للقناه دي ربنا يطول في عمركم جميعا ويكرمكم بحق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يبارك في عمرك، ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا شيخ. الله يبارك فيك. بقول لسعادتك ايه؟ اتفضل. انا بشوف رؤيات كده جميله جدا. ما شاء الله. بشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام، ربنا يبارك فيك. وشفت وطلعت فوق، قعدت فوق الكعبه. الله اكبر. واي رؤية مثلا بشوف مثلا مرات ابني بتاع. نعم. بلا مؤاخذة ايه، اشوف الولد قبل ما يتولد. ما شاء الله ما شاء الله، واخد بالك؟ دي بشريات طيبة والله، ما شاء الله. ابني اتجوز جديد. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه. مراتك هتخلف عيلين. نعم. فربنا كرمنا وعيلين صح. الله. ايه الحاجات دي بقى يا شيخ؟ والله يا يعني تكاد رؤيا المؤمن في اخر الزمان الا تكذب، يعني رؤيا المؤمن في اخر الزمان صادقه. لان سبحان الله في زمن الفتن المؤمن بيحتاج اشياء تثبته، تعرفوا ان هو على الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. تاتي الرؤيا الصادقه يراها المؤمن او ترى له، فيرى الرؤيا فيصبح فيراها كانها كفلق الصبح. يراها فعلا تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، واعرف ناس كتيره بالمنظر ده بفضل الله، الواحد منهم يشوف رؤيا ويحكيها لحبايبه فيلاقيها هي ما شاء الله يعني زي ما هي زي ما شافها بالملي. فاسال الله عز وجل ان يجعل ايامك كلها سعاده وسرور انت وجميع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع لموضوعنا، ف نرجع لموضوعنا، فاحنا بنقول موضوع الزواج والعفه والاشياء دي كلها، ان الشاب لازم يتجوز. وبعدين سبحان الله النهارده عدد الشباب بالنسبه لعدد النساء اصبح النهارده في الاحصائيات بيقول ان 21 ولسه هيوصل لواحد الى 50 كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح لكل قيم 50 امراه، 50 امراه قدام رجل واحد. طب تخيل حضرتك لما تكون انت مش عايز تتجوز وقدامك 20 فتاه مش متجوزين، لو انت اتجوزت واحده هيبقى 19، امال لو انت ما اتجوزتش؟ شوف المشكله عامله ازاي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه
عدد المطلقات ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. حتى الآن يعني 8 مليون مطلقة قنبلة موقوتة، كل واحدة لها من حقها إنها تعيش مع زوج يراعي مشاعرها ويحس بيها ويسعدها ويطيب خاطرها ويشوف حقوقها واجباتها. سبحان الله، يعني كل الأمور ديت لازم نفكر فيها فعلا بعين البصر والبصيرة. مش مسألة بقى إن أنا بعزف عن الزواج عشان مش عايز أتحمل مسؤولية، ودي هنيجي فيها إن شاء الله عند اختيار الزوجة. إن كتير من الشباب وسامحوني يعني مش عايز يتحمل مسؤولية، عايز يعيش حياته كده بالطول وبالعرض، هو مبسوط كده، هو يعني حاسس إن هو أنا مش ناقصني أي حاجة. طول ما أمه قاعدة معاه وعايشة معاه ربنا يبارك فيها، بتخدمه وبتراعيه والحمد لله، وهو ماشي بره عياذا بالله مفيش عنده التزام، فماشي مع دي وماشي مع دي وماشي مع دي، وبعضهم بقى عياذا بالله ربنا عافينا وعافيك يفسرها تفسير كده بيسمعه من الإعلام اللي هو إيه؟ أصل أنت بدل ما تاكل تفاحة، لا النهارده كل تفاحة، بكره كل برتقانة، بعد بكره كل موزة، طب ما في الآخر هتتزحلق، يعني واخد بالك؟ لا ده أنت ربنا يكرمك، خد حاجة واحدة حلال هتعيش وتطمئن وتسعد بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام رسول من أولي العزم الخمسة، أجر نفسه 8 سنوات، مش 8 بس بل 10 سنوات، عشان ايه؟ عشان يعف نفسه. قال الرجل الصالح من مدين وهو ليس شعيب على الراجح من اقوال اهل العلم، قال اني اريد ان انكحك احدى بناتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، ان انت تخدم عندي ترعى الغنم عندي 8 سنين، فان اتممت 10 فمن عندك، لو حبيت تكملهم 10 دي حاجه بتاعتك انت، وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله ايه من الصالحين. المهم يعني ايه، سيدنا موسى اتم اكمل الاجلين، بدل ما يخدم هذا الرجل الصالح ويرعى عنده الغنم 8 سنين رعاها 10 سنوات عشان يعف نفسه. سيدنا النبي عليه السلام تزوج امنا خديجه وكان بينه وبينها 15 سنه، كانت اكبر منه ب 15 سنه عشان يعف نفسه صلى الله عليه واله وسلم. الزواج نعمه كبيره، نعمه من اعظم النعم. لو عايز فلوس زي ما قلت لك، لو عايز فلوس اتجوز. والله اعرف شباب كان يقول لي ايه؟ مره شاب من الشباب بيقول لي والله انا لما جيت اتجوز ما كان حلت حاجه غير 200 جنيه. رحت الوالد الاخت قلت له السلام عليكم، وعليكم السلام، انا عايز اتقدم الاخت. المهم استخار ربنا واستخارت ربنا والحمد لله ووافقوا على بعض. فقال له عم الحاج انا معيش غير 200 جنيه، بعد اذن حضرتك هجيب بقى خاتم من ذهب والبسه لها وانتهت المشكله على كده، وربنا يكرمنا بعد كده ان شاء الله نحاول بقدر الامكان. قال لي خلال 6 شهور ربنا ساق لي ارزاق من كل مكان لحد ما اتجوزت بفضل الله سبحانه وتعالى. الزواج مظنه الذريه، والذريه دي بقى نعمه كبيره قوي 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 فوق ما تتخيل. انسى بقى الاعلانات بتاع حسنين ومحمدين ومش عارف ايه والكلام ده كله، وشد الحزام واربط الحزام، انسى الكلام ده كله. الذريه الصالحه، الذريه الجميله اللي تعينك على طاعه ربنا وتكون في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، من بينها او ولد صالح يدعو له. الله، ابنك بقى يدعي لك، يدعي لك بعد موتك ويكون في ميزان حسناتك وهو عايش وبعد ما تموت. يعني شوف قد ايه في حياتك وبعد موتك كل اعماله في ميزان حسناتك، كل اعماله واعمال احفاده كل دولت في ميزان حسناتك بفضل الله. بل ورد حديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لترفع درجته في الجنه، يعني هو مثلا هيخش دار السلام في الجنه فيلاقي نفسه او جنات عدن فيلاقي نفسه ايه اترفع للفردوس، فيقول: ان هذا، انا اعمالي ما توصلنيش الدرجه دي، فيقال: باستغفار ولدك لك. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال لتلميذه النجيب هذا التابعي الجليل سعيد بن جبير، قال: هل تزوجت يا سعيد؟ قال: لا. قال: فتزوج يا سعيد فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. طبعا هنا في تفسيرين لكلمة أكثرها نساء، تفسيرين لأهل العلم. تفسير الأولاني فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يقصد بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني أكثرها نساء يعني أكثرهم زواجا. طبعا المذاهب تعددت في هذه المسألة أو الآراء، لكن طبعا أنا أعرف طبعا أن رأي النساء في هذا الموضوع بالذات يميلون إلى أن إيه؟ إلى أن طبعا مقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خير هذه الأمة أكثر النساء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينتهي عن الزواج أبدا صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فعشان كده يعني سبحان الله احنا يعني بنقول ان شوف قول ابن عباس بيقول له فان خير هذه الامه ايه؟ اكثرها نساء، وعلى راي بعض اهل العلم انه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا مش عايزين نتكلم عن موضوع التعدد، طبعا الزوج لما بيعدد الزوجه بتعدد بس بالطريقه بتاعتها يعني سبحان الله. وطبعا الستات عايزه كل الرجاله، وبنتكلم بعض الصراحه، عايزه كل الرجاله ترفع رايه التوحيد في موضوع الزواج، يعني زوجه واحده
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. فربنا يبارك في جميع رب العالمين. والحقيقه يعني الانسان لما يكون عنده زوجه فعلا زوجه وتكون انسانه دينه وطائعه وانسانه محترمه وانسانه توافقه في كل شيء الا في معصيه الله سبحانه وتعالى وانسانه مواتيه له وانسانه ودود وولود وعندها خلق عالي جدا فيعني يكتفي بها ان اراد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا خديجه رضي الله عنها. وليس معنى ذلك اننا ننكر الامر الاخر لكن بنقول يعني انه يعني اطيب لها ولقلبها ان كان ذلك سيكون حفاظا لها ولدينا. طيب ازاي بقى نتجوز؟ وهو ده الحقيقه الوقت جري مننا وما لحقتش اقول ازاي نتجوز لكن ممكن نقولها في عجاله سريعه كده وتسامحوني يعني هناخد بقى 5 دقايق من القناه وتسامحوني يعني ان شاء الله نردها لكم في الحلقه الثانيه يا استاذ محمد ان شاء الله. هاخد منك 5 دقايق يا استاذ محمد وادعي لك انك تتجوز ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. طيب عايزين نتجوز. الشاب عايز يتجوز يعمل ايه؟ حاجات بسرعه كده في عجاله. اول حاجه اخويا حبيبي الاستعانه بالله، ان انت تستعين بالله. ان انت ما تقولش اصل انا هعمل بقى وهشتغل في شركه فلانيه والحمد لله هيجيني مبلغ كذا فبالتالي بفضل الله خلال 2 3 خلال 6 شهور هتجوز. لا خد بالك من حاجه، استعن بالله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. قول يا رب جوزني. قول يا رب انا ما اعرفش اتجوز، انا لو جمعت كنوز الدنيا دي كلها وانت مش مقدر لي ان انا اتجوز مش هتجوز. انما لو ما كانش حلت حاجه وقدرت لي ان اتجوز هتجوز. يبقى اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. رقم 2 عشان يبقى الكلام عملي بقى الدعاء، وخصوصا في قيام الليل. يا شباب قيام الليل اللي احنا سبناه اللي ناس كتير سابوه. قيام الليل يقول خصوصا بقى في الثلث الاخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير فينادي: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ يا اللي عايز تتجوز قول له يا رب جوزني. هل من سائل يسألني فأعطيه؟ يا اللي نفسك تتجوز قول يا رب جوزني. هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ يا اللي عندك ذنوب حيشاك عن الجواز قول يا رب اغفر لي عشان اتجوز وعشان ترضى عني قبل أي حاجة. اطلب من ربنا، ابكي بين إيديه. أنا كنت بعملها لما جيت اتجوز، بقيت الأمر مش متيسر بقيت أصلي وابكي بين إيدين ربنا أقول يا رب جوزني والحمد لله. فجرب جرب مش جرب استغفر الله، لا يعني خليك على يقين بس فعلا قوم بالليل وصلي وابكي وقول يا رب جوزني. رقم 3 تقوى الله. قال جل وعلا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى كما عرف علي بن ابي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى تشمل الصيام، ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يؤمرك بكده كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحق بسرعة واتجوز. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع يعمل إيه بقى يا رسول الله لحد ما يتجوز؟ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني وقاية، بس مش أي صيام، صيام مع غض بصر. لأن في ناس شباب يقول لك: ما أنا بصوم والله بس مش الصوم ما قطعش الشهوة. أقول لك يبقى ما صمتش، عملت إيه؟ جوعت وعطشت إنما ما غضتش بصرك. يبقى تصوم، تصوم جوارحك كلها على معصية الله سبحانه وتعالى، يبقى يشمل غض البصر ويشمل ترك المعصية. رقم 4 ودي آخر نقطتين: الأخذ بالأسباب. يبقى الحمد لله استعنت بالله وقمت دعيت وصليت قيام الليل، التقوى الله سبحانه وتعالى وتشمل الصيام وغض البصر. رابع حاجة الأخذ بالأسباب، إن أنت تشتغل يا أخي وتدور على وظيفة، مش لاقي وظيفة بشهادتك اشتغل أي وظيفة، أي شغلانة، بيع واشتري، أقف في أي حتة، المهم طالما لقمة حلال. اوعى تقول لا انا مش هشتغل غير بشهادتي، اوعى، لا اشتغل، اشتغل حتى لو بغير شهادتك طالما شغلانه حلال بفضل الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي بقى قبل ما نختم الحلقه الجميله دي، نصيحتي بدل ما تتعطل عن الزواج بسبب ان عايز غرفه نوم ب 7-8000 جنيه، ايه المشكله ان انت تكتفي بدل غرفه النوم؟ ومحدش يفهمني غلط، محدش يفهمني ان انا بقول لك ايوه جوز بنتك على مرتبه وحصيره والكلام ده كله لا لا لا، انا مش قصدي كده، مش قصدي ان غرفه النوم حرام، مش قصدي، انا قصدي لو ما فيش في امكانيات يا اخي ليك ان انت تتجوز في غرفه نوم هات مرتبه. حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نام على حصير حتى اثر الحصير في جنب الشريف، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ قال: مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل الشجره فراح وتركها. بدل ما تتعطل عن الجواز بسبب السفره كل على الطبليه يا اخي. الله يرحم جدي وجدك، كنا بنقعد قاعده على الطبليه، الله اكبر، الله يرحم الايام الجميله، ايام البساطه، ايام البساطه يعني سبحان الله، الله يرحمها امي رحمه واسعه، كنت لما اقعد معاها اكل معاها على الطبليه
تقول لي عارف يا ابني والله العظيم هيجي لك يوم وتشتاق لقعده الطبليه، وانا والله مشتاق لقعده الطبليه. ربنا يكرمنا ويكرمكم وان شاء الله بعد كده نبقى نقعد مع بعض على الطبليه. المهم يعني بدل ما تتعطل بسبب ان انت نفسك تتجوز واحده بكر وكده مش قادر ما عندكش، وتيسر ليك انك تتجوز واحده ثيب، اتجوزها، وخصوصا لو كان زوجها مات وساب لها اولاد يتامى، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: اني اريد ان انجحك احدى ابنتي هاتين. يعني معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان يجوز ان انت بقى كرجل بقى كاب فاضل ان انت تعرض بنتك على الزوج الصالح وتيسر على الشباب، ويجوز ان الاخت نفسها تعرض نفسها عند امن الفتنه، ان تعرض نفسها على رجل صالح بس بواسطه. بواسطه يعني ايه؟ يعني في شاب صالح وهي نفسها تتجوز عشان يعني على طاعه ربنا تخلي ابوها يبلغه. هل لك في زوجة صالحة؟ زي ما سيدنا عمر بن الخطاب عمل في عندما عرض حفصة على عثمان بن عفان وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. والموضوع الحقيقة يعني كبير، بس إن شاء الله نتقابل بقى اليوم الأحد القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى على الخير إن شاء الله مع الحديث عن كيفية بقى اختيار الزوجة الصالحة. إزاي بقى الشاب يختار الزوجة الصالحة؟ ده موضوع الحلقة اللي جاية. إزاي هي تختار الزوج الصالح؟ ده موضوع الحلقة اللي بعدها. بعدها نتكلم إن شاء الله عن الخوف على الشباب من الشباب وفتنة الحب، وبعدها بقى نبتدي نتكلم عن كيف تسعد زوجتك، كيف تسعدين زوجك، نتكلم عن يوم في حياة زوجين مسلمين، يوم في حياة زوجين، نتكلم بقى عن تربية الأولاد. إن شاء الله الموضوع طويل، فالحقيقة يعني الموضوع الوقت انتهى تقريبا، فتسمحوني يعني أتمنى والله ان ربنا يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الاخره في الجنه، واسال الله عز وجل ان ينجح كل طلاب المسلمين. الحقيقه الوقت انتهى، لكن ندعي دعوه كده بسيطه كده في عجاله سريعه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نستغيث بك ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، تتولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، يسر لنا قيام الليل، يسر لنا كل الصالحات، زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين، اشف كل مرضى المسلمين، ارحم كل موتى المسلمين، اعز الاسلام والمسلمين، واجمعنا على حوض النبي يا رب العالمين، واجمعنا في جنتك ودار مقامتك مع النبي واصحابه في جنتك التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.